الفنان أدهم مروان والفنان وائل جسار أثث اتباعا سهرة من سهرات مهرجان صفاقس الدولي. هي سهرة لها طابعها الخاص وتفردها من حيث الموسيقى والجمهور وطرق التفاعل. بدي أشكر القيمين على مهرجان صفاقس الدولي على حسن الضيافة والاستقبال، وبدي أشكر أكثر الجمهور الحلو يلي غمرني بمحبته وبتفاعله معي اليوم. غنيت تونسي الليلة، ما غنيت الشرقي برك. أكيد شيء طبيعي، بطبيعة الحال حنغني تونسي، إحنا في تونس. يعني من خلال أغنيتي جمالك مصيبة يلي عملتها بتونس وشغلت عليها في تونس، إن شاء الله تكون نالت إعجاب الجمهور. لابد من أن نتفاعل مع من سبقنا. نحن كجيل تربينا على أغاني أصالة العمالقة، يعني عم نحكي أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، فيروز، مع حفظ الألقاب طبعا وديع الصافي. فالآن لمين بدون يتركوا هذا الفن؟ أولادنا مين بدون يسمعوا؟ فهذا شيء خطير جدا، نوع من الصمود يعني في مسير جدا، يعني يجب أن يحارب بشتى الوسائل، مش لأنه أنا غيران هذا الموضوع. نحن عم نحكي بجيل بكامله ممكن ينأذي من خلال هكذا أعمال. أنا ما بحب أني أأذي أي فنان، بالعكس قدموا فن حلو وما عندنا مشكلة، كلنا ما عندنا مشكلة. سهرة البارحة من الدورة 42 لمهرجان صفاقس الدولي كان لها جمهورها ممن جاء ليستمع ويستمتع بهذا النمط الموسيقي. سهرية كلاس، سهرية كلاس كلاس كلاس، سمحة بصراحة لازم تعنيش تعمل كي سهرية حلوة ورجع تونس، ثقافة رجع تونس بخير، تحية تونس. سهرية هيلة والمنظمين هيلين ومهرجان صفاقس هيل وحوت على الصفاقسية. شو رأيك في السهرية؟ طيارة على الأخر، برافو. أحسن سهرية اللي شفتها في حياتي هي الليلة، برافو عليه وبارك الله فيه. ناس كلاس هذه، بتاع ناس كلاس، ناس ذواقة، عاد غنى لعبد الحليم وغنى أغانيه، حاجة حلوة برشا، عجبتني السهرية. الدورة 42 من مهرجان صفاقس الدولي تتواصل إلى غاية 17 من أوت الجاري، وقد شهدت هذه الدورة عروضاً موسيقية متنوعة إضافة إلى المسرح والسينما، مع تسجيل إخلالات في سهرات موسيقى الراب بسبب الإقبال الجماهيري.